أنت شاعرنا وصوت ضميرنا والناطق الرسمي باسم همومنا وحزاننا وفرحنا. تضيع وقتك بالأختام والتواقيع شيء محزن وخسارة لا تتعود. بس يا أخي أرجوك ما تقولش حاجة، اسمعني لآخر كلامي، ما غاديش نطول عليك يا سيدي الشاعر. باسمي وباسم كل أبناء جيل الشباب، باسم الملايين اللي قراوا دواوينك الشعرية وتعلموا منها الحب والثورة، باسم كل الشعراء اللي استشهدوا لأجل كلمة جميلة أو لحظة تمرد، باسم كل هالناس توسل إليك أن تترك هذا المكان فورا، تتفرغ للشعر وتبقى العصفور المغرد اللي يفيق الشعوب من نومها ويغني للحرية والإنسان واللي يدق ناقوس الخطر من المحيط للخليج. يعني ما بدك تسمع وجهة نظري بالموضوع؟ لا يا سيدي الشاعر لا، درك ما نقدرش نسمعك، لكن إذا التقينا بيوم خارج هذا المكان قلت لي أنك استقلت من الأختام والتواقيع، راح تكون أسعد أمنية عندي أني أسمع صوتك وشوفك. هاي I miss you. هاي جنين. Me too. Has anyone called me? One lady phoned, but she didn't leave her name or a message. Are you sure you answered the phone? Yes. She asked who I was. I told her I'm your friend. Is there anything wrong? It's my fault anyway. Is she your girlfriend? She's my teacher and my friend, and she's very sensitive and jealous. Goodbye. You don't have to be angry. There is nothing serious between me and Janine. Oh, her name is Janine. She is homeless. She got no money, that's all. So noble. Really so noble. Since London has no hotels. Carla, don't talk like that. I'm just helping this poor girl. I'm not listening. Let's forget about it. We all make mistakes. I made a mistake. When I loved you, trusted you, I was more faithful to you. More than I wanted to be.
Please, Nizar. Please. Don't come any closer. Stay away from me. Please. Take your time. And let me know when you want to see me. أجل يا سهيل، إنني أدرك تماما أن تحرك الدراويش والطرابيش والنرابيش ضدي كان تحركا طبيعيا ومبررا، فساكنو التكايا والمغائر السلفية يعرفون أن أي صوت حي جديد يشير إلى أهل الكهف سوف يقطع رزقهم ويحيلهم إلى المعاش، لذلك فهم يتحصنون وراء دروعهم التقليدية. نحن حين نكتب نكسر شيئا، ومن طبيعة الشيء المكسور أن يصرخ دفاعا عن نفسه، وإذا كنت قد نجوت من هذا الاحتفال البربري بقدرة قادر فإن الحروق والردود والكدمات تجعلني أكثر تمسكا بصليبي وأكثر إدراكا للعلاقة العضوية التي تربط الإبداع بالموت والكتابة بالاستشهاد. كان اسمها جانين وهي فرنسية، في عينها تبكي سماء باريس الرمادية وهي وجودية، تعرفها من خفها الجميل من هسهسات الحلق الطويل كأنه غرغرة الضوء بفسقية، تعرفها من قصة الشعر الغلامية من خصلة في الليل مزروعة وخصلة لله مرمية. كان اسمها جنين، بنطالها سحبة كبرياء، خيمة حسن تحتها يختبئ المساء وتولد النجوم، وخفها المقطع الصغير سفينة مجهولة المصير، تقول للجاذب ابتدئ أريد أن أطير مع العصافير الشتائية إلى مسافات خرافية، أريد أن أصير أغنية أو جرح أغنية تمضي بلا اتجاه تحت المصابيح المسائية في حارة ضيقة في ليل باريس الرمادية. كانت وجودية لأنها إنسانة حية تريد أن تختار ما تراه، تريد أن تمزق الحياة من حبها الحياة. كانت فرنسية، في عينها تبكي سماء باريس الرمادية، كان اسمها جن. في عينها تبكي سماء باريس الرمادية وهي وجودية، تعرفها من خفها الجميل من هسهسات الحلق الطويل كأنه غرغرة الضوء بفسقية، تعرفها من قصة الشعر الغلامية من خصلة في الليل مزروعة وخصلة لله مرمية. كانت وجودية لأنها إنسانة حية تريد أن تختار ما تراه، تريد أن تمزق الحياة من حبها للحياة. كانت فرنسية،
في عينيها تبكي سماء باريس الرمادية. كان اسمها جانين. أستاذ محي الدين، شو رأيك بالقصيدة؟ حقيقة أنا قريت القصيدة قبل ما أجي لهون وتشكل عندي انطباع يمكن أغلبكم ما يوافقني عليه. وهي ميزة شعر نزار أباني، بثير الدهشة وبثير الاختلاف وجهات النظر. أنا رح أبدأ من فكرة الدهشة اللي حكى عنها أحسان. كلنا صرنا بنعرف إنه نزار بيتميز شعره بالإثارة والدهشة لأنه بيختار مواضيع غريبة وغير معروفة سابقا، موضوعات بتضل محتفظة بحرارتها ونكهتها لأنها نابعة من تجربة الشاعر الشخصية ومعاناته اليومية مع الحياة. كل الأدباء والنقاد متفقين على روعة هالشعر وقوته الإبداعية، إلا أنه قسم كبير منهم بيوجه له الانتقاد لأنه ما زال محصور بقضايا المرأة الصغيرة. وأنا شخصيا ما لي متفق معهم بهالرأي، لأنه ما بقدر انتقص من قيمة وأهمية هيك شعر موجه لحرية المرأة وحق الطبيعي باختيار حياتها. أكترنا ما رح يختلف معك بهالنقطة، هذا الشيء حكينا فيه واعتبرنا شعر نزار أباني ضمن الحدود المحرمة من أول دواوينه لآخرة بتضل قيمة حضارية غير ممكن إنكارها. سمعنا قصيدة وجودية، لازم يتبادر لذهننا سؤال بسيط جدا، إنه شاعر كبير مثل نزار أباني عم يعيش تجربة غنية بلندن، ما شاف بكل الحضارة الغربية شي ينقلنا إياه بشعره إلا هالمتشردة بخرج وبنطلون ممزق. خليت بلداننا العربية من كل الهموم مع القوى الاستعمارية لحتى يتغزل شعراءنا بفتاة من أوروبا. أنا نزار صديق عمري، ولما بطرح هيك نقاش حرصا عليه لا استخفافا فيه ولا بشعره. أنا حاسة إن الأستاذ عمر عنده رأي تاني بالموضوع، ما هيك؟ أنا ونزار أصدقاء وزملاء مهني واحدة كمان، هي الدبلوماسية، لكن اللي بيفرقنا للأسف أكتر من اللي بيجمعنا بسبب حرفة الغيرة اللي هي الشعر. أنا مع الأخ كمال بالفكرة اللي طرحها حول ارتباط الشعر بقضايانا الوطنية والقومية، وهون بحب ذكرك بشغلتين. أول شغلة، كلنا شفنا لما حاول نزار أباني يخرج بشعره من الخاص إلى العام بقصيدة خبز وحشيش وقمر، وكيف قام تنين السلفيين وقوم الدنيا وما أعاد على هذا الشاعر ووصل الأمر لهدر دمه كأي مرتد عن الدين، وهذا الشيء متوقع. بس نحن الشعراء ما لازم نخاف ونوقف عن تشخيص أمراضنا الاجتماعية والوطنية، ولو كنا على يقين أنه اللي عم ينتظرنا على الشارع مو أقل من الموت. وسرني أنه الدكتور سهيل إدريس أطلعني على رسالة استلمها من نزار من لندن بيربط فيها إرادة الكتابة بالحياة والموت والشعر بالاستشهاد. أما الشغلة الثانية، إذا اطلعنا على جيل شبابنا الجديد ملاقيه عم بيدور عن معنى لوجوده بعد ما بلشت أفكار الحرب العالمية الثانية وفلسفاتها تضرب على عصبه، يعني عم بيدور على التناقض الكبير القائم بين فكره وبين تفاصيل حياته اليومية، بيقرأ عن الحرية وما بيطبقها، بيسمع عن الوجودية والسريالية والتكعيبية ويذهل ذهول القروي النازل إلى المدينة لأول مرة. ولهيك أنا بشوف أنه قصيدة وجودية اللي سمعناها بالسهرة تحقق قيمة معرفية بالإضافة إلى قيمة فنية تحقق شرط الإمتاع. تأكيداً لكلامك أستاذ عمر، إذا بتسألني بهاي اللحظة عن أغلى أمنية عندي بقلك أني أتعرف على جانين بطلة قصيدة نزار. جانين؟ جانين؟ Leaving to nowhere, you will never see me again. I wish you a life full of poetry and melancholy. Janine.
هذا ويتدفق إلى مراكز التطوع مئات الشابات والشبان المصريين يوميا، جاءوا من جميع الأقاليم للانضمام إلى حركة المقاومة الشعبية التي ستكون رديفا لجيشنا وقواتنا المسلحة المجيدة. جاءوا يحملون قلوبهم ودماءهم وسواعدهم ليحملوا السلاح دفاعا عن مصر وعزة مصر واستقلال مصر، ليصرخوا في وجه قوى الاستعمار الغاشمة: ها نحن موجودون لتبقى مصر لنا، لتبقى حرة نابية بنيلها وقنالها وكل حبة تراب من أراضيها. ألا بوركت سواعدكم السمر أيها المقاومون، ألا بوركت أيها الشعب الصامد الأبي، ألا بوركت يا ناصر، ودمت قائدا مقداما لهذا الشعب المناضل. أنا ما بعرف أقبل هلا، بس في ناس من الجالية السورية شكروا لي منها كتير وقالوا لي إنها كاتبة مبدعة باللغة الإنجليزية. شو اسمها سعادة السفير؟ جوليا، أصلها سوري بس كل عمرها عايشة هون مع أسرتها وبتعرف تحكي عربي منيح، وهدول الناس ترجوني كتير إني أعرفها عليك، وإذا اقتنعت بموهبتها ياريت توقف جنبها وتشجعها. أنا جاهز إني أقدم المساعدة لسعادة السفير لسببين: السبب الأول إنه هي امرأة عربية، والسبب الثاني إنه هي أديبة عربية عايشة بلندن ولازم تأخذ فرصتها. خليهم يا سيدي ياخذوا مصيرهم بإيدهم ويريحوني بقى. هاي أمنية سابقة لأوانا، وإن شاء الله ما بتتحقق بزمني حتى ما أخسر شعرك. نزار، أنت هلأ صار لك حضور متميز بالأوساط الأدبية والثقافية بلندن، وبمساعدتك لجوليا ممكن تدخل هالأوساط من أوسع الأبواب. تؤمر فايز بيك. هي أول مرة بتناديني باسمي الحقيقي، شو المعنى؟ المعنى فايز بيك أني أنا حسيت بصداقتك من اللحظة اللي كتبت لي فيها شيك مفتوح على قصيدة خبز وحشيش وقمر، فألف شكر. من أي رسالة بتقترحين بلش؟ بهاي، حسيت إنها تقيلة، ممكن يكون فيها صور أو بطاقات معايدة. شكرا ريحان. وصلتك هذه الرسالة من مصر إلى عنوانك في دمشق. قدرت أنها قد تهمك فأرسلتها لك ثانية بالبريد إلى لندن. مع تحياتي، صباح. عزيزي نزار، لك حبي وأشواقي، لن أستفيض في وصف حياتي الجديدة التي أقضيها الآن في معسكرات تدريب المقاومة الشعبية، فالصور المرافقة هي خير تعبير عن ذلك، لكنني عندما وجدت في نفسي الرغبة في أن يقاسمني شخص آخر بوحي وأسراري، ما وجدت خيرا منك، لأنك كنت قادرا دوما على فهمي بكل تناقضاتي وخيباتي. منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها معسكر التدريب هذا اكتشفت أنني لم أكن أعرف كل شيء عن نفسي، كانت حياتي بائسة معتمة قاسية، وكل ما كان ينقصني فيها من شرف ونبل وصدق وحرية وجدته بانتظاري فوق رمال المعسكر وداخل خيامه. أنا الآن أتدرب على السلاح والتمريض وأضحك وأمرح وأتحدث مع الناس. نحن لا نهوى القتل، ولكن أعداءنا القتلة يحاولون تحويلنا إلى قتلة مثلهم. هذه هي مأساتنا، وربما تكون هذه معجزتنا أيضا. عندما تختلط الأمور في رأسي أتذكرك، أندم لأن تعرفنا كان سابقا لأوانه، وأحزن لأن لقاءنا أصبح مستحيلا بعد فوات الأوان. سأحملك ذكرى طيبة دائما في قلبي، وأرجو أن أكون كذلك بالنسبة لك. إلى آمال المجندة التي أحببتها يوماً
وأحبها الآن أكثر. أيتها الصديقة، الآن تعودين من معسكر التدريب وأنت كالراية المتعبة، كالزورق العائد من رحلة مجد. جلست أدخن وأتأملك قطعة قطعة، كما لو كنت لا أعرفك من قبل. عيناك النقيتان كأمطار ليلة ربيعية، قميصك المعقود الأكمام الذي تركت عليه البندقية بقعا من الزيت، أطهر من زيت المعابد، أطهر من الطهر. لباسك المعجون بذرات التراب ورؤوس الشوك ورائحة الأرض، راحتاك الملوثتان بشحم الزناد، حذاؤك الآكل من جبين الصخر يترك على أرض الحجرة قطعا من طين يابس هي أثمن ما تضمه حجرتي من تحف. أرأيت كيف تنتقل بلادي إلي؟ كيف تتحول بلادي إلى ذرة غبار على قميص فتاة شجاعة؟ Please, I want to see Mr. Nizar Khabbani. Please do come in. Thank you. أستاذ نزار، في مدام جوليا طالبة مقابلتك، فاضي تقابلها هلأ ولا بعطيها موعد لبعدين؟ مين جوليا؟ آه مدام جوليا، إيه خليها تفضل، أحسن طالب. أهلا وسهلا مدام. أهلا أستاذ، أنا جوليا. أهلا وسهلا. شو؟ ما كنت متوقع أني رح أكون بهالجمال؟ كيف؟ طيب أعطيني فرصة أعرف جاوب. بستنى جواب على الواقف ولا فينا نقعد؟ لا طبعا، تفضلي تفضلي. هيك رح تخليني أشعر بإني صرت ساحرة برفع الناس بالهواء وبإشارة من إيدي بطيرهم لبعيد. هذا اللي مخوفني. إذا كان مستوى كتابتك مثل مستوى جمالك، عم بسأل حالي شو حيكون مصير كتاب العالم من بعدك. على العموم بكل الأحوال ما فاجأك اللقاء أكثر ما فاجأني. كنت متوقع أني رح أشوف شاعر عجوز وشه مجعد وسنانه منخورة وطوت أشراته لسنين. شو هالحكي؟ والشعر اللي أعطاك هالانطباع الأسود؟ شهرتك واسمك. عظيم، هيك صرنا متعادلين. شو رأيك بقى نطلع من هالمجاملات ونحكي هيك حكي طبيعي؟ شو اقتراحك؟ أنا رح أجل اقتراحي لبعدين، لأني جاي لهون منشان أدعيك على حفلة عملتها ببيتي ودعي عليها أصدقائي، وحب إنك تكون بيناتهم. وإمتى الحفلة؟ بكرة المساء. لبكرة المساء؟ بدي استنى لبكرة المساء. يعني بحب إليك هاد أطول وقت حيمرق علي بحياتي. من هون لبكرة خلي هالشال معك عشان ما تبقى وحيد. طيب مسموح إذا بكيت؟ مسح دموعي فيه. تصرف فيه وكأنه أنا.
منها رباط العنق فيا ضلوعي أورقي أولى هدايا فما أسلم ذوق المنتقي سيدتي فضلك لا فضل الربيع المونقي أسعى به وبغرور الطائر المزوقي فيا رياح صفقي ويا نجوم حدقي ما دام مشدودا إلى صدري فماذا أتقي طوقي حريري فيا لي من طليق موثقي فراشة كبرى هوت على غدير تستقي جناحها أغرب من أسطورة لم تخلقي أخاف أن تمضي فيا شفاه قلبي أطبقي فجانح شالك موال بكى في المشرق وجانح غاص بأشواقي فلم يحلقي صدر على صدري فلا خوف بألا نلتقي. Please come in, sir. I'll let Miss Julia know you're here. Thank you. أهلا وسهلا أستاذ نزار. مرحبا. ميت مرحبا. شكرا على الورد. تفضلي. أنا آسف إذا جيت قبل موعد الحفل. لا لا أبدا. أنت جاي بالموعد الصح للحفلة. تفضل ارتاح. الحفلة قائمة بس زمانك شايف حدا بالبيت غيرك مو معناتها ما في حفلة انت المدعو الوحيد إلها ما بعرف إذا هذا الشي بيضايقك كأنك عم تطلبي من طفل صغير يرفض قطعة شوكولا شو حابب سمعك موسيقى انت شو بتسمعي بالعادة انا بسمع كل شي أنا بفضل عبد الوهاب. عبد الوهاب بلندن. شو حابب تشرب؟ أو شو تعودت تشرب بلندن؟ أي شيء بس بكميات معتدلة. تسمح لي غير لك عاداتك؟ بسمح لك تعمل اللي بدك إياه بس بشرط إنه تتركي لي شوية وعي أعرف في طريق الرجوع على البيت بس. جلست وأتأمل حسنك من زاوية جديدة أنا أمام تجربة جمال لم أمر بها من قبل لم يمر بها هذا الشرق من قبل كانت المرأة في بلادنا قطعة من قطع الآثار
ليرة ذهبية ملفوفة بالقطن، تعويذة كتبها شيخ لا يعرف الكتابة. ثم انفك السحر يا صديقتي وخرجت من قطنك، من الصدفة الباردة المغلقة، وها أنت تجلسين أمامي أغنية بطولة تقرع نوافذ الشمس. أحاول الآن أن أدرس أشواقي من جديد، أن أبحث قضية الحب. حبي لك قد تقولين ما نفع هذا ونحن لم نتغير؟ هذا خطأ، إنني أشعر بتغير جذري في لون حبي، في نكهته، في طاقته، في اتجاهه. ترى هل تختلف قضية الحب بين حالة السلم وحالة الحرب؟ ألو. ألو، مرحبا نزار، أنا جوليا. أنا آسفة لأني ما حكيت معك طول هالفترة، بس كنت مسافرة برات لندن. بطريقتك هي بالكلام رح تخليني أشعر أنك مشتاق لكتاباتي أكثر مني. دير بالك، أنا بغير حتى من نفسي. الفرق عندي واضح، لما بسأل عنك بكون عم أسأل باسمي الشخصي، بس لما كون عم بسأل عن كتاباتك فأنا عم أسأل باسم كل أهالي لندن وليفربول ومانشستر واليونايتد كينغدوم بأسرة، يلي منتظرين كلياتهم كتاباتك. خلص، اليوم بتكون عندك مجموعة ورق من كتاباتي الأخيرة لعندك على البيت. أوكي، ببعتهم مع السائق. شو، ليش مالك جاي؟ لا، أنا ما رح كون معه، أولاً بسبب الخوف، وثانياً بفضل أنه تكون كتاباتي لوحدها بين إيديك لأحصل على رأي نقدي خالي من المجاملة. وأنا بالانتظار على أحر من النار. باي باي. ألو. مرحبا جوليا، أنا آسف إذا كنت أزعجتك. ما في لزوم تعتذر، أنا كنت عم بستناك، بعرف إنك رح تتصل. أنا الصراحة ما قدرت أخبي إعجابي بكتاباتك، وقلت لحالي إذا بدي أخبي إعجابي لبكرة يعني كأني عم أخبي جمرة بين إيدي. تعرف نزار، أنا كتير كنت خايفة قبل ما أسمع رأيك بكتاباتي، بس هلأ صرت خايفة وقلقانة أكتر من الأول، لأنه أعجب شاعر كبير مثلك بكتاباتي. هو جمرة فعلا، وكل شي عملته أنت هلأ أنك شلت الجمرة من بين إيديك ورميتها بين إيدي. وأنا ما رح أحط فيها، رح أحطها بقلبي مشان ما تحرقك. فينا نتقابل وتقلي هالكلام وأنا عم بتطلع بعيونك، خايف التليفون يكون مسحور. وين وإمتى؟ أنا جاهز، رح أبعت قلبي يسبقني ويستناك هنيك. مع السلامة.
حبيبتي، لدي شيء كثير، لدي شيء كثير أقوله، لدي شيء كثير. من أين يا غاليتي أبتدي؟ وكل ما فيك أمير أمير. دعي حكايا الناس، لن تصبحي كبيرة إلا بحبي الكبير. ماذا تصير الأرض؟ ماذا تصير الأرض لو لم نكن، لو لم تكن عيناك؟ ماذا تصير؟ نزار شو بك ساكت؟ قلي اللي عندك. أنا بالحياة مثل الشعر، ما بحب البدايات المتشابهة، مشان هيك صار لي من امبارح لليوم عم ادور على عنوان للقائي فيكي وفشلت. فيني ساعدك؟ يا ريت. ليه تأخرت؟ ضيعت الطريق لهون؟ ابدا، كان بقدر اجي وانا مغمض عيوني. بدلالة شو؟ دلالة ريحة عطرك اللي مثل النرجس بالضبط. الله، مثل ريحة النرجس. فكيف بدك يعني ضيع طريقي؟ خلص نزار، أنا إلك اليوم. اعطيني إيدي. خايفة؟ أنا ما بخاف معك ولو أخذت لآخر الدنيا. بس نزار، انت هيك عم تدفني بالحياة وانا عايشة. على فكرة انت اللي اوحيتي لي بهالشي بقصتك الاخيرة، وراح اذكرك كيف. وخرج الى الشارع صارخا: افتحوا بوابات القمر، انزعوا عنه الشمع الاحمر، اريد ان اصنع من ضوئه ثيابا لحبيبتي. نزار، انا شو بنظرك؟ انت كيف تشوفني؟ ومن دون أي مجاملة، أنت من وجهة نظري إنسانة ما بتتكرر. لقيت فيها المرأة اللي كانت عم تجول بخيالي، وكأنها نزلت علي من كوكب تاني. زهرة نار ممكن تحرق أصابيع الإيد اللي بتحملها، لكن أنا ما كان عندي مشكلة إني جازف وإنه أتحول كلياتني لرماد. فأنا بعتذر إني حملتك بخيالي كل هالوقت. بس زهرة النار غير إنها بتحرق أصابيع يلي بيحملها، بتضوي بالعتمة كمان. واضح من كمية الكتب اللي عندك قديش بتحب القراية. ماني فقر كتب، بس بقرا كتير. تعرف نزار، مشكلتي لما بقرا كتاب بتتشوش مخيلتي، وباخد وقت طويل كتير حتى ارجع ركز وابدا بالكتابة من جديد. برأيي لو كنتي غير هيك كان راح يكون عندك مشكلة. بالكتابة لازم يكون الكاتب دايما هو نفسه، لا يستعير قناع حدا ولا يحكي بلسان حدا. وبرأيي أنه هذا هو سر عظمة كتاباتك، أنك أنت بنص عقلك تخترع القصة وبالنص الثاني بتصدقيها وبتقتنع فيها. تعرف نزار، بتمنى لقي طريقة أعرف رأيك الحقيقي بكتاباتي وتأكد أني أنا جديرة برأيك. جولي، أنا لما قلت لك أنه أنت زهرة نار
ما كنت عم احاول استدرجك ابدا لفخ العاطفة، كنت عم احاول انقلك جزء من اللي عم احس فيه. النار السماوية هي اللي حكيت لك عنها هي كتاباتك، اذهلتني، حسستني انه انا عملاق خايف من اني ادخل عالمك المجهول. هذا انت بالنسبة لي زهرة ما بتدبل، مشغولة بالنار وبريحة النرجس الأصفر. يا الله يا نزار، يا ريت كل العالم هلأ يسمعوك ليعرفوا أني صرت بيت شعر بقصيدة للشاعر الكبير نزار أباني. عم تحلمي بتواضع ذكي، أنا بقى عم أسأل حالي العكس، لو تحولت الكاتبة جوليا للشعر شو راح يكون مصير الشاعر اللي كان اسمه نزار قباني؟